تحية للناس البروش، الناس المجازين، الناس المقاومين، الأصدقاء ديالي اللي هذه مدة أنا ما شفتهمش، ومن هذا المنبر أنا كنوجه لكم تحية، تحية لجميع الناس. وبهذه المناسبة من هذا المنبر، أنا في دولة البرتغال حاليا عندي عقدة عمل، أنا مدة هذه ما يمكنش غنجي للمغرب. الموضوع إخوان غادي نقول لكم هو كالتالي، محلبة شبرا ومحمد، هذه المحلبة تم اكتراء ديالها مدة 12 سنة، كنخلص الواجبات ديالها 1300 درهم، ها التواصل، ها التواصل، ها شوفوا التواصل، ها إنسان هنايا شاد واحد الأخ فقير ما فحالوش، عطيتها لي هو اللي كيسيرها، رب ديال الأسرة عنده وليداتو، ها هو العقد سير قانوني، ها هو كتشاهدوا عقد سير عبد الفتاح السالمي والاخ اللي الان كيسيها وكنأديو الواجبات ديالنا الكراء. اذا كنتفاجئ البارح كيجيو هاد الناس، هاد الناس اللي كيقولوا هما بانه المحل ديالهم وباغي يفرغونا باي طريقه، وحنا كنأديو لهم مسائل قانونيه حيت هما ناس ما ربما ما فاهمينش القانون، ما عارفينش القانون، وانا هنا كنقول لهم حيت انا هنا عندي العقده كنت انا غنقرر القانون، وهاد الناس هادو كيجيو وكيتهجموا على هذا السيد هذا اللي هو كيدير 20 جهه تيبيعوا. سمعوا الراي العام، سمعوا صحاب اولاد بروش، سمعوا الناس المراسلين، انا هذا الشيء بغيت يمشي عبر يعني الكترونيه، وبغيت يتكتب في الجورنال، حيت انا ما حاضرش، انا كنت حاضر غادي نهضر غادي نخدم بطريقه قانونيه، لان هذا السيد حكروه حيت هو فقير ما عدوش، ها وناضو كيكبوا عليه في الماء وتيخسروا ليه الشفنج وكيهدوه وكيجيبوا عيالاتهم، لانه هذا المتر كان وقع السيد اللي جاري اللي هو الصغيني اللي هو الراجل الكبير، ولكن الحمد لله سيدنا الله ينصرو عطى الحقوق، ها لا فرق ولا اعذار على احد بجري القانون. دابا هاد الناس خافوا القانون، حنا كنوجهوا الراي العام يساعدوا الاخ هذا بالكتابه، لان كاين ظروف انا ما كاينش تم، كنت انا تم غادي نوريهم عندي عقده ما غادي تسالي حتى شهر 10 ولا الاخر شهر 10، ان شاء الله غادي نكون حاضر تما. وديما كيهدوا كيجيبوا العيالات الحاج بن داود، كيجيو ولاد الحاج بن داود، هاد ولاد الحاج بن داود معروفين في البروش كيتعناو بالمال وبالاراضي وبالاغنام وبالفورتونا، وبانهم ناس قادروا يسدوا لاي واحد، وما كيعرفوش بانه كاين قانون لا يحمي المغفلين. ومن هذا المنبر انا مواطن مغربي وناشط حقوقي وعندي وزن ثقيل، كنقولوا لان كنخدم في البلاد مع الجمعيات ومع الناس دراوش، وكنخدم حتى في اوروبا حاليا مع ناس اوروبيين. حقوق الانسان، حنا هاد الناس هادو كنشوف كنطلبوا من الراي العام يعني يوقفوا مع هاد السيد ويحاولوا يديروا رسائل واخباريات عبر الجرائد الالكترونيه الراي العام، وحاول واحد يعطيها لواحد، لان هاد الناس عادوا كيتهجموا، لان انا ما عرفتش انا السلطه واش الدرك الملكي كاين، واش الباشاويه كاينه، شكون اللي غادي يحمي بحال الدراوش هادو؟ شكون اللي غادي يحمينا حنا المهاجرين؟ ما بقيناش عارفين، ها؟ ولكن الحضور ديالي انا عارف اش غندير ان شاء الله، وهذه رساله كنوجه لكم، وان شاء الله وهذه ايام جايه، والقانون لا يعذر على احد بجهل القانون، ني نيسونسي اينوري لا روا، ني نيسونسي اينوري لا لا، ومن تعد وفصل ثاني غنخدموا معاكم، وهو من تعدى حقوق الله فقد ظلم نفسه، يعني ظلم نفسه، انا ندير معكم قوانين وكنطلب من القياده ديال الدار الملك والبشاويه يحميو هاد الناس، هاد الناس ضعاف، ماشي تسناو تيجيبو تيتضرب، عاد يقول الاخر جيب سيرتيفيكات، عاد تجيب سيرتيفيكات تدور، هاد الناس كيهدوا طريقة كيجيبوا العيالات لأنهم من الجاهلين ما قاريش. والسلام عليكم ولبقية الحديث.